نروح لحاجة تانية، حاجة مهمة، حاجة جميلة. جميل جدا لما يكون رئيس النادي الأهلي هو لاعب كرة أسطوري، الكابتن محمود الخطيب أسطورة كرة القدم في مصر. طبعا بيوصل رسالة مهمة جدا للأندية الجماهيرية. لما يكون لاعب كرة مهم فهو بالتأكيد بيقدر جدا فكرة الأندية الجماهيرية وجماهير الأندية دي، ودي ما كانتش أول مرة، لكن كانت المفاجأة إن الكلام ده بيدور في الكواليس ومش بيكشفه الكابتن محمود الخطيب عشان يقول أنا بعمل أو بسوي، دايما بيكشفه ناس بتنتمي للأندية الجماهيرية دي، ودي رسالة مهمة جدا حبينا نلقي عليها الضوء من خلال الأهلي خط أحمر. نشوف نجم نادي الاتحاد السكندري كابتن طلعت يوسف صاحب هدف الفوز الشهير اللي ضيع علينا كاس مصر، وهو بيتكلم عن مكالمة جمعت بينه وبين الكابتن محمود الخطيب، ونرجع معاه. كابتن محمود، يعني في كل المواقف بتزيد قيمته، يعني عندي انا على المستوى الشخصي واكيد بتزيد قيمته على المستوى الرياضي بشكل عام. يعني هو مش محتاج ان انا مني ان انا يعني اوصفه، لكن هو فعلا كان في مكالمه تجاهي قبل ما اعتذر عن الاستمرار جوه نادي الاتحاد، وكان بيحسني بشكل، هو اللي يعني اتصل بحضرتك. كان بيحسني بشكل انا يعني في مشاعر جميله تجاه النادي، تجاه نادي الاتحاد، نعم، وتجاه طلعت كزميل ملعب طبعا. يعني ثانيا تجاه النادي، لان انا عارف ان هو بيقدر جماهيريه نادي الاتحاد طبعا. يعني فهو كان شايف من وجهه نظره انه استمراري هو الافضل وانه الاحسن للنادي، خصوصا انه في الموسم التالي سيكون هناك نوع من التنقيه للاختيارات بتاعه الموسم الاول. انت بتبني فرقه، انا قلت الكلام ده، وبناء فرقه بياخد من سنتين لثلاثه، صحيح. فهو كان ماشي معايا في نفس الخط، ولدرجه ان هو يعني وعد انه هيدعمني في الموسم التالي باللعيبه، وانه هيقف تاني، مش هيدعم طلعت، هو هيدعم نادي الاتحاد السكندري من خلال طلعت يوسف. فطبعا يعني موقف انا شكرته عليه جدا جدا وعلى تقديره لشخصي، ولكن هو في النهايه مش غريب على الكابتن محمود الخطيب المواقف اللي من النوعيه دي الحقيقه. خلونا نتوقف عند نقطة مهمة جدا، إن الكابتن محمود الخطيب هو اللي بادر بالاتصال، والكابتن طلعت يوسف طبعا يشكر جدا على التوضيح ده، وقال كمان إن هو كان دعم للاتحاد السكندري أولا ثم لزميل ملاعب. الكابتن محمود الخطيب بيرهق جدا المسؤولين في الأندية الشعبية والأندية الجماهيرية، لأن بيقدم نماذج بتتعب جدا أي حد يقدم النموذج ده. شفنا لقطة مهمة جدا في مباراة كرة اليد سيدات بين الأهلي والزمالك، وإزاي الكابتن محمود الخطيب كان نازل يتعامل بمنتهى الروح الرياضية، بمنتهى الرقي، بمنتهى الجمال مع لاعبات كرة اليد الفريق نادي الزمالك. أعتقد يا فارس رسالة مهمة جدا هنستعين بها بعد كده لما تيجي الناس تتكلم عن فكره طبعا. الانديه الشعبيه والنادي الاهلي. لا احنا لازم نربطها دلوقتي يا اسامه، لان مفيش حاجه اعظم في الدنيا من انك تكون صاحب رساله. وكابتن محمود الخطيب صاحب رساله، صاحب رساله متسق فيها مع ذاته. شوف كلامه فيما يخص ملف النادي الاسماعيلي ومحاولته دعم النادي الاسماعيلي، وتشوف ازاي في نادي الاتحاد بيعمل ايه من غير ما حد يعرف. وأجمل شيء في كابتن محمود الخطيب إن 90% من الحاجات اللي الواحد قدر يقولها عنه أو حبها في كابتن محمود الخطيب ما كانش هو اللي قالها عن نفسه. تحكى عنه. خالص، ما بيقولش عن نفسه. يعني ما فيش مرة قال أنا عملت، ما فيش مرة قال أنا. آخر حاجة كلمة الأنا. كابتن محمود الخطيب بيدي رسالة شخصيًا إحنا بنتعلم منها، شخصيًا نتمنى إن إحنا نحذو حذو ونكون نقدر إن إحنا فعلًا يكون عندنا رسالة زي ما بنتعلم من رمز اسمه كابتن محمود الخطيب، ربنا يديله الصحة ونفضل نتعلم منه كمان. ولكن كابتن محمود الخطيب كمان ليه موقف غير اللي حكاه كابتن طلعت يوسف في مئوية الاتحاد السكندري، تحول لفعلًا عاشق لجمهور اسكندرية والاتحاد السكندري، وملامح الحب اللي ظهرت عليه في الاحتفالية ولقطات عفوية جدا قلما تشوف حد في مناصب كابتن محمود الخطيب بيتعامل بالعفوية اللي هنشوفها دي. نروح ونشوف الفيديو لكابتن محمود الخطيب في مأوية الاتحاد السكندري. أخلاق الجميلة، وأيضا في روعة الأداء، وادي شحتة، وادي بيبو، وادي التانية، وادي الكعب. يا جمالك يا بيبو، يا جمالك يا بيبو، والله بيبو لعبت معاه مرة خماسي، لقيته بينطق غطى الإزازة، غطى الإزازة ما رحمهاش، فتح الإزازة ونطقها. كل الجماهير بتنادي على بيبو
ويا ما بيبو متع الجماهير، يا ما بيبو صال وجال في الملاعب، يا ما بيبو لما كانوا بيقولوا ايه هتغير من بدري ولا ايه، لما كانوا يقولوا بيبي هيلعب كانت الخزنه بتاعت الاهلي تتفتح وتتملي. واه بقى لو بيبو كان مصاب ولا حاجه، البس الطايه الاسكندراني يا بيبو. ببساطه كابتن محمود الخطيب، ببساطه بمعنى كلمه ببساطه، البسيط في تعامله مع الناس والعظيم جدا في اخلاقه. ربنا يدي كابتن محمود الخطيب الصحة للمرة التانية ونفضل نتعلم منه. أكيد، وعشان كده هو اسمه الكابتن محبوب الخطيب، فبالتالي هو حاسس كويس جدا بالأندية الشعبية وبيدعم الأندية الشعبية وزملائه كمان السابقين حتى لو كانوا في الفرق الأخرى. كل التحية طبعا للكابتن محمود الخطيب.